لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 4 الصف الرابع الابتدائي ترم 1 الترم الاول، ولسه بنكمل مع بعض شرح يونت 1 I feel good. I feel good او انا اشعر انني بخير. درس النهاردة يا أصحابي هو درس جميل قوي وفي معلومات كتيرة قوي هتحبوها وهتستمتعوا بيها. لازم نكون مركزين مع بعض علشان الكلام اللي هنقوله هو كلام مهم ومحتاجين نفهمه قبل ما نحفظه. وهنشرح النهاردة Lesson 2 Science أو العلوم، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة الديفينيشنز او التعريفات. اول حاجة عايزين نعرفها يعني ايه كلمة pump. pump pump يعني يضخ. يعني ايه يضخ؟ يعني to move quickly from one place to another، ان احنا نحرك حاجة بسرعة من one place من مكان to another لمكان تاني لمكان اخر. يبقى مرة تانية pump pump يعني يضخ. To move quickly ان هو يحرك بسرعة from one place to another. يعني ايه nose؟ nose او انف. This is in the center of the face، هي حاجة موجودة في منتصف الوجه اللي هي انفنا. يبقى nose. This is in the center of the face. Lungs. lungs يعني الرئتين. We have two of these، احنا عندنا رئتين. They are inside the body. They are inside the body يعني هم بداخل الجسم. يبقى lungs. lungs او الرئتين. We have two of these. They are inside the body. Diaphragm. Diaphragm يعني الحجاب الحاجز. Diaphragm الحجاب الحاجز. This is a muscle under the lungs، هي عضلة موجودة أسفل الرئتين تحت الرئتين، عضلة كده جوه الجسم اسمها diaphragm. diaphragm أو الحجاب الحاجز. يبقى مرة تانية diaphragm أو الحجاب الحاجز. This is a muscle under the lungs. brief. brief يعني يتنفس. To take in oxygen and give out carbon dioxide، يعني ان احنا ناخد الاكسجين ونخرج ثاني اكسيد الكربون. يبقى brief. brief او يتنفس. To take in oxygen and give out carbon dioxide، ثاني اكسيد الكربون. طبعا عندنا بعض الكلمات الهامة لازم نحفظها كويس قوي. اول حاجة large intestine. large intestine يعني الأمعاء الغليظة. large intestine الأمعاء الغليظة. body. body يعني جسم. when. when يعني عندما. esophagus. esophagus يعني المريء. esophagus. esophagus يعني المريء. mouth. mouth يعني الفم. stomach. stomach يعني المعدة. liver. liver يعني الكبد. fats. fats يعني الدهون. take in. take in يعني يمتص. center. center يعني مركز أو منتصف. blood. blood يعني دم. carbon dioxide. carbon dioxide يعني ثاني أكسيد الكربون.
air 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 يعني هواء. push 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 يعني يدفع. through 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 يعني خلال. plenty of plenty of plenty of يعني الكثير من. small intestine small intestine small intestine يعني الأمعاء الدقيقة. happen 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 يعني يحدث. salt 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 يعني ملح. remove 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 يعني يزيل. waste waste يعني فضلات. teeth teeth يعني أسنان. mix 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 يعني يختلط. liquid 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 يعني سائل. oxygen 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 يعني الأكسجين. face 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 يعني وجه. heart 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 يعني قلب. stay away from stay away from يعني يبقى بعيدا عن. go down go down go down يعني ينخفض. go into go into go into يعني يدخل. pull into pull into pull into يعني يسحب داخل. exercise exercise يعني يتمرن. digestive system digestive system يعني الجهاز الهضمي. nutrients 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 يعني مواد غذائية. digest 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 يعني يهضم. chew 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 يعني يمضغ. arrive arrive يعني يصل. liquid liquid يعني سائل. change 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 يعني يغير. energy 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 يعني طاقة. give out give out give out يعني يوزع. inside 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 يعني داخل. push 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 يعني يدفع. move up move up move up يعني يرفع لأعلى. muscle 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 يعني عضلة. around 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 يعني حول. smoke 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 يعني دخان. put in put in put in يعني يضع في. وهنا بيعرفنا بعض المعلومات الخاصة بالdigestive system أو الجهاز الهضمي الخاص بينا. فبيقول لنا read and learn اقرأ وتعلم. وطبعا الdigestive system أو الجهاز الهضمي أصحابنا اللي بيدرسوا باللغة العربية هياخدوه في العلوم، هو يعتبر في أوائل الدروس في العلوم. وأصدقائنا اللي بياخدوا الساينس أو باللغة الإنجليزية الساينس هيلاقوه برضو في أول المنهج. فده جزء مهم جدا لازم نعرفه مع بعض. الدايجستيف سيستم هو جزء مهم جدا لازم نركز فيه مع بعض، وهو موجود معانا كمان في الكونكت زي ما احنا شايفين كلنا. فبيقول لنا أول حاجة the esophagus goes from the mouth to the stomach. esophagus احنا عرفنا ان هو المريء. المريء هو اللي بيوصل من الماوث للستومك زي ما احنا شايفين قدامنا. يبقى the esophagus goes from the mouth to the stomach. المريء بينقل الطعام من الفم للمعدة، او هو بيوصل من الفم الى المعدة. when the food moves from the esophagus to the stomach the liver takes out the fats. لما الطعام بيتنقل
من المريء للمعدة، الكبد بتاعنا بياخد او بيو الكبد بتاعنا بيخرج الدهون من الطعام، بياخد الدهون من الطعام. يبقى when the food moves from the esophagus to the stomach, the liver takes out the fats. Foods move from the stomach to the small intestine. الطعام بيتنقل من المعدة للأمعاء الدقيقة. Food moves from the stomach to the small intestine. بعد كده الطعام لما بيخرج من المعدة بيروح للسمول انتستن أو للأمعاء الدقيقة. The large intestine is around the small intestine. الأمعاء الغليظة بقى، الأمعاء الغليظة هي حوالين الأمعاء الدقيقة. It takes water and salt. هي بتاخد المية والملح from food for the body. من الطعام للجسم. It removes waste. It removes waste. وبعدين بتزيل الفضلات، بتخرج الفضلات. The large intestine is around the small intestine. It takes water and salt from food for the body. It removes waste. يبقى احنا دلوقتي عرفنا رحلة الفود أو الطعام من أول ما بيخش من الماوث ويبقى موجود في اللارج انتستن أو الأمعاء الغليظة. أول حاجة بيقول لك the esophagus أو المريء goes from the mouth to the stomach، هو بيوصل من الفم للمعدة. When the food moves from the esophagus to the stomach, the liver takes out the fats. لما المريء لما الطعام بيتنقل من المريء للمعدة، الليفر بتاعنا أو الكبد بتاعنا بياخد الدهون. Food moves from the stomach to the small intestine. بعد كده الطعام بيتحرك من المعدة يروح للسمول انتستن أو الأمعاء الغليظة. The large intestine is around the small intestine. الأمعاء الغليظة هي حوالين، لفة حوالين الأمعاء الدقيقة. It takes water and salt from food for the body. It removes waste. وهنا بيوضح لنا الـ digestive system أو الجهاز الهضمي. Mouth and mouth cavity. Mouth and mouth cavity الفم وتجويف الفم. Pharynx يعني البلعوم. Pharynx. Pharynx هي البلعوم. Esophagus. Esophagus يعني المريء، وطبعا هو اللي بيوصل من الماوث أو الماوث كافيتي للستومك، من تجويف الفم للستومك أو المعدة. Liver. Liver الكبد. Stomach. Stomach المعدة. Gallbladder. Gallbladder دي المرارة، دي جزء برضو موجود في ال digestive system. Pancreas. Pancreas يعني البنكرياس طبعا. Large intestine. Large intestine دي الأمعاء الغليظة. Small intestine. Small intestine دي الأمعاء الدقيقة. Rectum. Rectum المستقيم. Rectum المستقيم. Anus. Anus اللي هي فتحة الشرج اللي بيخرج منها الفضلات. Anus. Anus اللي هي فتحة الشرج. لازم طبعا نكون حافظين الـ digestive system أو الجهاز الهضمي، وهو زي ما قلنا أصدقائنا اللي هياخدوا علوم بالعربي هيكون عندهم في أول المنهج، وأصدقائنا اللي هياخدوا science هياخدوه برضو في أول المنهج عندهم في المنهج السنة دي، وهو جزء من connect زي ما احنا شايفين قدامنا. المرة الجاية إن شاء الله هيكون في شرح كمان للجرامر والقواعد، مهمة جدا موجودة معانا في منهج connect. المرة دي احنا بناخد بس الجزء ده لانه هو جزء مهم، والمرة الجاية هيكون بقى في شرح للجرامر كمان ان شاء الله. هنا بيوضح لنا المراحل اللي بتحصل على الفود او الطعام اول ما يدخل جسمنا. اول حاجة بيقول لنا when we eat. when we eat عندما نأكل. we use our digestive system to digest what we eat and drink. احنا بنستخدم الجهاز الهضمي بتاعنا علشان نهضم اللي احنا اكلناه وشربناه. We put
food in our mouth. احنا بنضع الطعام في أفواهنا في أفواهنا. We chew food with our teeth. احنا بنندغ الطعام بأسناننا. Then the food goes down to esophagus. بعد كده الطعام بيتحرك للأسفل للمريء. It arrives in the stomach. بعد كده بيصل إلى المعدة. In the stomach, the food mixes with a special liquid. في المعدة الطعام بيختلط بسائل خاص. The liquid changes the food into energy and nutrients. The liquid changes the food into energy and nutrients. السائل الخاص ده بيحول الطعام لطاقة ولعناصر غذائية. لعناصر غذائية كمان. We need the energy and nutrients in our body. احنا بنحتاج طبعا الطاقة والعناصر الغذائية دي لجسمنا. How can we have a happy digestive system? ازاي يكون عندنا جهاز هضمي سعيد؟ الجهاز الهضمي بتاعنا ازاي يكون كويس وبصحة كويسة؟ اول حاجة الحاجات اللي هو بينصحنا بيها drink a lot of water. Drink a lot of water. اشرب مية كتير. Eat a high fiber diet. Eat a high fiber diet. كل أطعمة فيها ألياف كتير. الأطعمة اللي فيها ألياف كتير مفيدة لجهازك الهضمي. Minimize your intake of foods high in fat. قلل من الأطعمة اللي انت بتاكل فيها دهون كتير. Follow a regular eating schedule. Follow a regular eating schedule. اتبع جدول منتظم للطعام. حط لنفسك جدول وامشي عليه. تاني حاجة هناخدها في درس النهاردة. Our respiratory system او جهازنا التنفسي. طبعا هنا بيعرفنا بعض المعلومات عن الـ respiratory system او الجهاز التنفسي بتاعنا. We use our respiratory system when we breathe. احنا بنستخدم الجهاز التنفسي بتاعنا لما بنتنفس. We need oxygen in our bodies. احنا بنحتاج الاكسجين في اجسامنا. We breathe in air through our mouth and nose. احنا بنتنفس الهواء من خلال فمنا وانفنا. Our diaphragm goes down. It pulls air into our lungs. عضلة الحجاب الحاجز اللي هي موجودة تحت الرئتين اللي احنا عرفنا عنها اسمها diaphragm. العضلة دي بتنزل لتحت فبتسحب الهواء داخل الرئتين. فهو بيقولك our diaphragm goes down. It pulls air into our lungs. In the lungs, the oxygen from the air goes into our blood. في الرئتين الأكسجين بيتحرك ويدخل للدم بتاعنا. بيتنقل جوه الدم بتاعنا. لما بيخش الهواء جوه الرئتين, الرئتين بتروح حاطة الأكسجين ده على الدم بتاعنا وتخليه يروح بقى أجزاء الجسم المختلفة علشان نقدر نتنفس ونعيش. Our heart, قلبنا, pumps, بيضخ this blood around our body. القلب بتاعنا بيضخ الدم ده في أنحاء جسمنا علشان خاطر تاخد الأكسجين اللي هي عايزاه. The diaphragm goes up. الحجاب الحاجز ده بقى العضلة دي بتتحرك مرة تانية لأعلى. It pushes air. هي بتدفع الهواء with carbon dioxide اللي محمل بثاني أكسيد الكربون out للخارج of our lungs. خارج رئتينا. We breathe out. احنا كده بنتنفس مرة تانية بس بنخرج الهواء اللي فيه ثاني اكسيد الكربون. يبقى مرة تانية. We use our respiratory system when we breathe. We need oxygen in our bodies. We breathe in air through our mouth and nose. Our diaphragm goes down. It pulls air into our lungs. In the lungs, the oxygen from the air goes into our blood. Our heart pumps this blood around our body.
The diaphragm goes up. It pushes air with carbon dioxide out of our lungs. We breathe out. وبيدينا بعض النصائح ازاي يكون عندنا happy وhealthy respiratory system. ازاي يكون عندنا جهاز تنفسي سعيد وصحي. How can we have a healthy respiratory system? أول حاجة بيقولك stay away from smoke. Stay away from smoke. ابتعد عن الدخان. خليك بعيد عن الدخان. Exercise. Exercise. تمارين. اتمرن. Put plants in your house. ضع نباتات في منزلك. Drink plenty of water. Drink plenty of water. تناول الكثير من المياه. كل الحاجات دي بتخليك يبقى عندك healthy respiratory system أو جهاز تنفسي صحي. ومعنا exercise جميل قوي هنحله مع بعض. بيقول لنا هنا underline the correct words in practice. ضع خط تحت الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. أول حاجة بيقول لنا I like eating ولا feeding ولا running rice. أنا بحب eating ولا feeding ولا running rice. شاطرين طبعا I like eating rice. أنا أحب إن أنا أكل أرز. Egypt is a sea ولا country ولا drink. Egypt مصر هي sea ولا country ولا drink. شاطرين طبعا is a country. Egypt هي country أو بلد. Breakfast is my favorite sport ولا meal ولا subject. الفطار هو الفيفوريت او المفضل بالنسبة لي. هو sport ولا meal ولا subject. Sport رياضة, meal وجبة, subject موضوع او مادة. طبعا هي meal. Breakfast meal. يبقى هو my favorite meal. I come out ولا in ولا from Egypt. أنا بأتي out ولا in ولا from Egypt. شاطرين I come in Egypt. أنا بأتي لمصر. Let's eat ولا eat ولا eating. شاطرين طبعا احنا عرفنا ان let's بيجي بعد منها الverb في المصدر فبنقول let's eat زي ما هي. والمرة الجاية إن شاء الله هنبتدي ناخد الجرامر والقواعد الموجودة معانا في منهج كونكت. هيكون درس مهم جدا, لازم نكون جاهزين ومذاكرين ومتابعين مع بعض أول بأول. بيقول لنا في نمبر 6 هنا The food in our mouth mix ولا flies ولا plays with a special liquid. الفود في أفواهنا بيختلط ولا بيطير ولا بيلعب with a special liquid مع سائل خاص. شاطرين طبعا mixes أو بيختلط مع سائل خاص اللي هو اللعاب بتاعنا. We need the احنا بنحتاج glass ولا sand ولا energy and nutrients in our body. بنحتاج الزجاج ولا الرمال ولا الانرجي الطاقة and nutrients والعناصر الغذائية in our body. شاطرين طبعا we need the energy. احنا بنحتاج الطاقة في جسمنا. Food moves from the stomach to the big ولا small ولا large intestine. احنا عرفنا ان الفود اول ما بيخرج من الاستومك بيروح للبيج ولا السمول ولا اللارج انتستنت. شاطرين بيروح للسمول انتستنت او الامعاء الدقيقة. stay away from خليك بعيد عن سموك ولا اكسجين ولا نيوترينز. شاطرين طبعا السموك اللي هو بيضر جهازك التنفسي يبقى خليك بعيد عن السموك او stay away from smoke. our heart pumps قلبنا بيضخ fats دهون ولا food طعام ولا blood دم around our body. شاطرين طبعا بي pumps ال blood أو الدماء around our body أو حول جسمنا في أنحاء جسمنا.
we eat ولا breathe ولا chew through our mouth or nose. احنا بنأكل ولا بنتنفس ولا بننضغ من خلال فمنا وأنفنا. شاطرين طبعا. we breathe أو احنا بنتنفس through our mouth or nose من خلال فمنا وأنفنا مع بعض. وآخر حاجة the diaphragm الحجاب الحاجز pulls بيسحب plants ولا food ولا air into our lungs. بيسحب ايه بقى؟ النباتات ولا الطعام ولا الهواء للرئتين بتوعنا. شاطرين طبعا. air into our lungs او الهواء لداخل الرئتين بتوعنا. بكده نكون خلصنا درس النهاردة وحلينا الاكسرسايز الجميل ده. زي ما قلت المرة الجاية ان شاء الله هنبتدي ناخد الجرامر والقواعد وهيكون درس مهم جدا. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. لو عجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.